فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات فهو كالتالي: جهة الدار البيضاء سطات 340 حالة موزعة على النحو التالي: الدار البيضاء 144، سطات 96، نواصر 35 حالة، برشيد 33 حالة، المحمدية 24 حالة، مديونة 5 حالات، الجديدة 3 حالات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 259 حالة موزعة على النحو التالي: طنجة 215 حالة، تطوان 15 حالة، الحسيمة 16، الفحص أنجرة 6 حالات، العريش 6 حالات، وزان حالة واحدة. جهة فاس مكناس 297 حالة موزعة على فاس 269 حالة، مكناس 2 الحالات، مليعقوب 7 حالات، تونات حالة واحدة، وصفرو 2 حالات، والحاجب 7 حالات، تازة 3 الحالات، وبولمان 4 حالات، وإفران 2 الحالات. جهة مراكش آسفي ما مجموعه 74 حالة جديدة: 62 بمراكش، 9 بالرحامنة، 2 بآسفي، 1 بالحوز، حالة واحدة بالحوز. جهة الرباط سلا القنيطرة 42 حالة موزعة على الشكل التالي: 9 حالات بمدينة الرباط، 5 حالات بسيدي قاسم، حالة بسيدي سليمان، 2 بالخميسات، 9 حالات بمدينة سلا، و16 حالة بتمارة. جهة بني ملال خنيفرة 30 حالة موزعة بين 19 حالة في بني ملال، وسبع حالات بخنيفرة، وأربع حالات بخريبكة. جهة درعة فيلالت 14 حالة، سبع حالات بالراشيدية، وسبع حالات بميدلت. جهة سوس ماسة 6 حالات، 3 بأكادير، و3 بإنزقان. الجهة الشرقية حالة واحدة بمدينة الناظور. لم تسجل ولله الحمد أي حالة بجهة الداخلة والذهب، قلميم ودنون، العيون، الساقية الحمراء.